أهلا بحضراتكم، يتجدد اللقاء دائما معكم في صحبة أبو الفنون فن المسرح، ودائما ما نلتقي عروضا مسرحية محددة لنتعرف على الأجواء الخاصة بها ونفهم من خلالها الرسالة المقدمة والعناصر الفنية المتنوعة. في فقرتنا الأولى هنتناول عرض وهو مترجم في الحقيقة، وعرض لكاتبة صربية هاجرت إلى سويسرا بسبب ظروف الحرب، وقررت أن تكتب عن تجربتها، تجربة المعاناة والهروب من هذه الحرب، حرب الكراهية والإبادة العنصرية، وتمت صياغة هذا في عمل مسرحي بالتعاون مع مؤسسة بروهسلافيا السويسرية ومركز الهناجر للفنون في مصر، وهذا العمل من إخراج أشرف سند، وقام بإعداد أو دراماتورج العرض أو الإعداد للنص المسرحي الدكتور عمر توفيق. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. دكتور عمر، تكلمنا عن هذا النص والتيمة الأساسية فيه. هو النص أحد نصوص المسرح السويسري الحديث، وهو النص كتب بواسطة الكاتبة السويسرية وذات الأصول الصربية دانييلا يانيتش، وكتب بطريقة حدثية، 15 مشهد، لكل مشهد عنوان قائم بذاته ولكل مشهد عالمه الخاص، ولا يجمع بين المشاهد غير الشخصيات الثلاثة الأساسيين في النص: الزوجة وشقيق الزوجة والزوج. الكاتبة من أصول صربية وهاجرت أثناء الحرب اليوغوسلافية وعاشت في سويسرا، فكتبت عن هذه التجربة، وهي أول مسرحية تكتبها في حياتها، هي مسرحية أيام صفراء. أول مسرحية، أول مسرحية تكتبها في حياتها. في سن كام كتبتها؟ كانت في سن حوالي 16 أو 17 سنة بتكتب النص ده، وكان تحت إشراف يعني احد اساتذه الدراما في جامعه زيوريخ، وتم كتابته في ورشه للمنضمين حديثا للمجتمع السويسري لكي يندمجوا في المجتمع. فقعدت تكتب في النص فتره كبيره جدا، هي كتبته بتقول فيه، مش بتحكي قصتها في الحرب باكتر من انها بتحكي عن اثر هذه الحرب الاهليه عليها هي شخصيا وعلى اصدقائها وعلى جيرانها. فبتناقش فكره الكراهيه وفكرة الإنسان، الإنسان ينتمي إلى أين؟ إلى الكراهية أم إلى الإنسانية؟ وده اللي قدرت إنها تكتبه بشكل كبير جدا. النص كان أحد النصوص اللي تم ترجمتها ضمن عدد من النصوص، تم ترجمتها وتم تقديمها إلى الساحة الثقافية المصرية بواسطة المركز الثقافي السويسري، المركز الثقافي السويسري بروهستفاليا. قدم النص ده مع مجموعة نصوص أخرى من حوالي سنتين للقارئ المصري وللمبدعين المصريين، وأعلن عن مسابقة لتقديم قراءة مسرحية برؤية إخراجية لعدد من لأي مخرج في مصر أنه يقدم. كان من حظ المخرج العرض الأستاذ أشرف سند أنه هو قدم قراءة مسرحية لنص أيام صفراء، وتم بعد ذلك تدعيمه من المركز الثقافي السويسري ومن مؤسسة الهناجر للفنون أنه يتم تقديم هذا النص كعرض مسرحي إلى الجمهور. وبالفعل تم تقديمه على مسرح الهناجر، ولا زال حاليا على مسرح الهناجر، والعرض زي ما قلت لحضرتك بيناقش هذه الفكرة. جميل. الإنسانية. القصة لو لخصناها في جملة، القصة عن زوج وزوجة وشقيق الزوج. الزوجة والأخ ينتميان إلى فصيل، والزوج إلى فصيل آخر، والثلاثة يتحكم فيهم فصيل ثالث يسير أقدارهم لأنه هو المتحكم في أمور وشؤون البلاد. فصيل سياسي تقصد؟ فصيل عقائدي؟ لا، فصيل هم الثلاثة لا ينتموا، الثلاثة شخصيات لا ينتموا إلى جذور واحدة، هم في مكان واحد ولكن لكل منهم جذر مختلف عن الآخر. نعم، تمام. فهي حتى كانت مسمياهم بمسميات داخل النص، عن الفلاحين وعن مزارعو البطاطس وعن من يتحكم في قيادة البلاد، كانت مسمياهم الحمر. ودايما الصراع ما بين التلاتة، الشقيق غير موافق على ان اخته متزوجة من هذا الرجل الذي ينتمي الى جانب اخر وليس. طب هو الفصائل مش محددة؟ يعني الحرب الصربية كانت حرب ضد مسلمي البوسنة،
وكان معروف ان في الصرب مشتركين فيها، الكروات وايضا بالزبط. الجبل احنا الاسود. احنا قدام كاتبه كتبت الموضوع من ناحيه انسانيه، فلم تحدد، جردت الفكره، جردت الامور، ولكن خلت الامور برضو لسه موجوده في يوغوسلافيا القديمه، بحيث ان ده رموز تنتمي الى المتصارعين في ذلك الوقت. طب التجريد ده هدفه رقابي، خوفا من رقابة، خلص. ام هدفه يعني ترميز انساني بشكل هي عام؟ هي كانت عايزة توصل للنقطة اللي حضرتك قلت عليها دي، انها توصل للانسان، ايهما اكثر، احنا في احتياج ايه، الانسانية ام في ام الكراهية. هي دايما عندها جملة جميلة كده كانت بتقولها داخل النص، كلنا معا على لسان الزوجة، كلنا معا. كلنا معا، فهي كلنا، ان احنا كلنا وهذه الارض، واحنا يبقى كلنا معا. لكن هي كاتباها من منطلق انساني بحت. يعني دلاله الاسم الايام الصفراء، ايه الدلاله؟ هو ايام صفراء كانت هي بتقول بشكل شخصي انها كانت بترمز الى الفتره العصيبه جدا اللي كانت بتغادر فيها يوغوسلافيا، والفتره اللي انقلب فيها اليوغوسلاف على بعضهم البعض، بحيث ان هو اصبح الاهل في مدينه واحده مضطرين الى القتال بدلا من السلام، ان يتعايشوا معا، هم كانوا متعايشين معا، اضطروا جميعهم الى القتال. فبتقول داخل الـ النص ان ايام صفراء هي بتجيبها على لسان الزوجه، ان هي الايام اللي الزوجه بتحس فيها دائما بالرعب، وان شيئا سيحدث، وان شيئا سينهي هذه الحياه التي تتمناها سعيده، حياتها الخاصه مع زوجها وحياتها الخاصه مع شقيقها، هي منقسمه ما بين الاثنين. يعني الايام الصفراء هنا ايام اللون الاصفر دلالته الموت مثلا؟ دلالته على المرض الانساني اللي هو الكراهيه. الكراهيه. الانسان اذا اصيب بمرض كنا هنقول اللي هو مثلا ايه، الصفراء، الايام الصفراء اللي تدل على المرض، على الموت، على ليس. طب هي انت حضرتك قلت لي انها استخدمت لفظ الحمر ايضا للدلاله على الفصائل المعينه، على من يقودون الامور في البلاد. ليه اللون الاحمر هنا دلاله لايه؟ دلاله على الدماء التي اسيلت. الدماء وليس توجه اشتراكي او شيوعي. خالص خالص. الحمر كان ممكن يكون هو يحتمل الدماء، ويحتمل يوغوسلافيا القديمة الاشتراكية التي تم تقسيمها من أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية بعد انهيار سور برلين، فبقت هتخش إلى الرأسمالية. فالحمر هنا بتاخد إلى الاشتراكية القديمة التي لم تحافظ على البلاد، وفي نفس الوقت أدت إلى الدماء التي أسيلت أنهارا داخل يوغوسلافيا القديمة. ليه ولع الكاتبة كده بالألوان ورموزها؟ يعني ده شايفه أنت إزاي وأنت بتعد النص؟ هي كتبت النص وهي صغيرة في السن، وكان أول نص بتكتبه، فكانت بيلجأ دائما الكاتب في بداياته إلى الرمز بشكل كبير. هي حتى بقول لحضرتك هي بتقدم 15 مشهد، مختارة لكل مشهد اسم معين. وعشان كده بتقول يعني الناس تقول لك المشهد ده رائحة الياسمين، المشهد ده الحرب، المشهد ده المنزل. دائما تدخل إلى المنزل وخارج المنزل في ساحات مختلفة، المطعم. هي كل مشهد بتديله اسم ودلالة خاصة بيه علشان خاطر تقدر انها تعيش. وده بقى اللي خلانا لما احنا نيجي نتعامل مع النص برضو ان احنا نخرجه من هذه الخصوصية اليوغوسلافية الى العموم الاشمل، الانسان، كراهية الانسان والاخر. مين الاخر؟ احنا ما قلناش مين ده في المسرحية. اي اخر ممكن يجي على يعني بال، او ممكن اي حد يقولك انا بكره كذا. طب بكره كذا ليه؟ ده الاخر بالنسبه لك انت بتكرهه ليه؟ هل هذا العرض او هذا النص قدم من قبل في دوله اخرى؟ هل قدم في سويسرا؟ هل قدم في اوروبا، قدم في سويسرا، وقدم في المانيا، وقدم في عدد من الممثلين بممثلين اخر. وهي حتى لما جت هنا في مصر مع افتتاح العرض قالت انها هي كانت فرحانه جدا، وهي حتى قالت كده ما كانتش فاهمه اللغه، لكن هي كانت مبسوطه جدا انها بتشوف لاول مره النص بتاعها بيقدم باللغه العربيه ولاول مره في الشرق الاوسط. لكن ما قدمش في صربيا في موطنها الاصلي. هي ما قالتش ان هو تقدم في صربيا، لكن هو تقدم في عدد من الدول الاوروبيه، يعني هو تقدم في المانيا، تقدم في سويسرا، تقدم في جورجيا، تقدم في اسبانيا، تقدم في عدد من الدول الاوروبيه، خصوصا ان هو النص تم نشره ضمن انتاج ورشه الكتابه دي، تم نشره بعدد من اللغات في اوروبا كلها، فاصبح النص، والنص انساني جدا، يتم التعامل معاه بشكل انساني جدا من قبل الفنانين. هنروح لجزء من عرض ايام صفراء اللي بيعرض على مركز الهناجر للفنون، ثم نعود لمواصله حوارنا. تزالين مغرمة بك طبعا ولكن
هل تساءلت يوما اذا كان هذا الحب سيبقى معك حتى النهايه؟ اعلم ما تقصده جيدا، ولكن عليك ان تعرف انني عندما احب احدا فانا احبه وحسب، احب لذاتي فقط لا لاي شيء اخر. ولكن عندما يظهر على حقيقته التي لا تريدين ان تعترفي بها، حينئذ لن يكون باستطاعتك الرحيل. ستظلين اسيرة لهذا الوهم الحب. انت تشعرين طيلة الوقت بالسعادة، كل الامور تسير كما ينبغي، ولكن يظل هناك شيء، شك، خوف، شعور احمق وغير مبرر على الاطلاق، لكنه طبعا ده جزء من العرض أيام صفراء اللي قدم في مركز أو مسرح مركز الهناجر للفنون للكاتبة السويسرية دانييلا يانيتش. وبعيد الترحيب بالدكتور عمر توفيق، أهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك. العرض لما قدم في مصر والكاتبة شافت العرض، ايه اللي قالته عن الفروق ما بين العرض والاستجابات الجمهور في مصر وغيرها من الدول اللي قدم فيها العرض؟ هي كانت يعني بعيدا عن اللغة، هي عجبها جدا الرؤية الإخراجية للمخرج أشرف سند، انه استطاع دمج النص وعمل معاه نص موازي من التعبير الحركي والأداء الحركي لمجموعة من الممثلين المشاركين في العرض للممثلين الثلاثة اللي أبطال العرض. فهي عجبها قوي الرؤية الجديدة، الرؤية الحركية والتعبير عن بعض المشاعر الخاصة جدا من داخل العرض بطريقة حركية تقدم إلى الجمهور. وعجبها جدا استقبال الجمهور في العرض نفسه، وان هو قدر الجمهور يفسر حتى الرموز ما بين الثلاثة، الزوج والزوجة والشقيق، ان قدر يفسر ان هذا المنزل هو الوطن، وان هذه الحروب المتبادلة بين والصراعات بين ابطال العرض الزوج والشقيق هي حروب تؤدي الى هدم هذا الوطن اللي هو المنزل نفسه، خاصة ان العرض ينتهي بوفاة الزوجة، ويصبح الزوج والشقيق اللذان ان كان في صراع دائم طوال العرض في حالة ندم شديد على فراق هذه الزوجة أو الرمز اللي كان بيجمعهم وبيحتويهم، ودائما ما كانت يعني عايزة اقتراضي الجميع وتحنو على الجميع. طب ده دلالة الوفاة هنا دراميا ايه؟ هي عايزة تقول ايه؟ هي اللي برضه زمور حركية في بداية كتابتها لأول نص، يعني هي حبت انها تدي مثلا تحذير شديد، جرس انذار انه بالزبط تماسك بالزبط الاسرة دي او تماسك البلد ده بالظبط، يعني هي كرمز لتماسك هذه العائلة، كرمز لتماسك هذا الوطن اللي المتصارعين بيؤدوا الى قتل هذا الوطن. هو ما يحدث داخل النص. أنا عندي بعض المعلومات ممكن حضرتك تراجعها معايا. الكاتبة دانييلا يانيتش السويسرية ولدت عام 84، نشأت في البوسنة والهرسك، وبدأت دراستها الأدبية واللغة الألمانية في جامعة زيورخ عام 2005، ورشة الكتابة الإبداعية في أكاديمية الفنون الجميلة في بون، أو ودرست الكتابة الإبداعية في أكاديمية الفنون الجميلة في بون. كتبت أيام صفراء ما بين عامي 2005-2006، وكان في ورشة معالجة درامية حصلت على جائزة كارل إرنست للأدب والعديد من الجوائز الأخرى. دكتور عمر توفيق، أنت قريت أعمالها الأخرى؟ كتبت أعمال أخرى بعد هذا النص أيام صفراء؟ هي كتبت عدد من الأعمال الأخرى، وهي كانت بتميل في بداية كتابتها إلى النثر، يعني تكتب قصص وتكتب ما يشبه الشعر الحر وتكتب عدد من، ولكنها لم تنتمي إلى المسرح إلا بعد نجاح أيام صفراء. فاجئها النجاح بتاع أيام صفراء في أوروبا، في عدد من الدول اللي هي بدأت تشوفها وهي صغيرة في السن، وبدأت تلاقي إنها اسمها بيكتب ككاتبة ومؤلفة، ويقدم تقديم هذا العرض في دول مختلفة ونطق بلغات مختلفة ما بين الإسبانية والإنجليزية والألمانية وهكذا. فبدأت إنها تكتشف بداخلها أنها كاتبة مسرحية، وقيمة هذا المسرح ودور المسرح القطير في تقديم هذه الأعمال. كتبت أعمال بعد كده؟ كتبت أعمال، ولكن إحنا يقف عندنا المسرح السويسري عند القديم، يعني إحنا هنقول مثلا ماكس فريش، هنقول دورين مات صحيح الأشهر، ولكن الحديث، وده كان الإطار دائر جدا في المهرجان التجريبي الأخير في مصر، إن كان فيه هناك ملف كامل للمسرح السويسري الجديد.
جميل. هل في تأثرات في كتابتها بالمسرح السويسري القديم بمشعله الحرائق لماكس فريش بأعمال دورين مات الخالدة؟ هي لا تنتمي إلى سويسرا، لا تنتمي إليها خالص، ولم تكن قرأت يعني ما كانت قرأت هذا بحكم معيشتها هناك يعني بحكم معيشتها، وهي معيشتها وانت سويسرا أربع لغات أو أربع شعوب في دولة واحدة، فهي كانت في الجزء الناطق بالألمانية، فكانت أقرب للمسرح الألماني وقراءات المسرح الألماني بحكم الدراسة وبحكم المكان نفسه منه إلى المسرح السويسري بكل تاريخه. ولكن هي كتبت هذه المسرحية كحالة خاصة بها. وأنا أحب هنا برضو أقول لحضرتك إن في تقديم الشخصيات، والشخصيات تعتبر سهلة جدا على الورق لكن هي كانت صعبة جدا جدا، شخصيات لها أبعاد نفسية عميقة جدا. نجح الثلاثي المصري بإشراف طبعا المخرج أشرف سند، الفنان رباب طارق والفنان رامي التنباري والفنان عابد عناني، نجحوا في تقديم هذه الشخصيات بأبعادها المختلفة بشكل هايل جدا على المسرح، خشبة المسرح يوميا، وبينطلقوا بإحساسات مختلفة، لأن الدور المكتوب لكل ممثل هو دور يعني من الأدوار التي تغري الممثل بالتمثيل الحقيقي يوميا، أنه يقدر يقدم مجموعة من المشاعر المتناقضة على خشبة المسرح. ممكن هو المخرج نفسه أستاذ أشرف سند وجد صعوبات في الإعداد للمسرح، لأنه كان عنده رؤية أصر عليها أنه يقدمها بشكل او باخر، مرضيش يتنازل ان هو هعمل، عشان كده اجل افتتاح المسرحيه عدد من المرات كي يصل الى الصوره النهائيه اللي بيقدمها. وطبعا بالديكور الجميل اللي قدر يقدمه الفنان فادي فوكيه، ان هو قدر يعمل ديكور بسيط وعميق في نفس الوقت يعبر عن الاحاسيس والمشاعر المختلطه والمختلفه داخل هذا العمل. العرض بالنص، لو هنتكلم عشان يصل الى عرض، هو نص من النصوص الانسانيه واللي ينتمي المدرسه نفسيه بالدرجه الاولى، فلابد ان دائما ان ترى ما وراء الكلمات، تلك المشاعر المخفيه وراء الكلمات بتكتبها بنت صغيره لسه في بدايه حياتها كتابه مسرحيه، تتعامل معاها من خلال ورشه كتابه عشان تخرج كل ما بداخلها عن وطن قديم اضطرت الى الهجره منه الى وطن جديد. فبيبدا انت كنت محتاج انك انت تفسر كل ده، محتاج انك انت تكسر حاجات كتيره جدا. طبعا في اماكن في النص نفسه كانت لازم انها تتفسر اكتر، وان هي تتاح فيها حريه اكتر للممثلين ان هم يتكلموا عشان يوضحوا اشياء، كان في اماكن تانية كانت واضحه بشكل كبير. بقدر الامكان حافظنا على كل كلمات المؤلفه، ما مش ان احنا نغير ولا نلعب في الكلمات بشكل ان هو يشوه الامور عشان نقول ان احنا عملنا اعداد او حاجه، ولكن احنا قمنا باخراج النص بشكل بسيط جدا من حالته الخاصه اليوغوسلافيه الاوروبيه القديمه الى الحاله الاعم والاشمل وهي الانسانيه. ما فيش اعاقه من الترجمه في سبيل تحقيق هدفكم ده؟ الترجمه كانت الترجمه للاستاذه نيفين فايق، ان هي قدمت الترجمه، والترجمه كانت دكتوره نيفين فايق، وهي تقيم في المانيا ولها العديد من المؤلفات، وسبق لينا استضافتها في اكثر من عمل من تاليفها، وهي طبعا بتدرس الألمانية ومقيمة هناك بالضبط. وكان هي مشكورة أنها قامت بترجمة هذا النص للمرة الأولى إلى العربية طبعا. وتم النص، كان النص بتعامل بأن احنا النص تترجم كما كتب. والدكتورة نيفين أكيد تعبت جدا أنها عشان تلاقي ما يوازي وكده. ده أمر مطمئن طبعا بالزبط. أن الدكتورة نيفين هي اللي قامت بالترجمة. كان سؤالي للدكتور عمر توفيق أنه روح النص لما بيتم ترجمة نص من لغة إلى لغة ربما بيفقد كثير من المعاني من الروح، ولكن إذا كلما اقتربت الترجمة من الروح وكانت ترجمة أدبية بيقترب النص من الشعب أو من الإنسانية بشكل عام. هنروح لجزء آخر من عرض أيام صفراء ونعود مرة أخرى لمواصلة حوار. إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. الحرب. إنهم يريدون الحرب. نعم. لا ينبغي أن تصل الأمور أبدا إلى هذا حتى الحرب. أنا خايف. أرجوك. لا داعي لتلك. على أية حال. نحن الآن أنا
بعضهم كان معي في المدرسة القديمة، أعرفهم فقط من خلال الشكل، فأنا لا أريد أن أعرف منهم أحد، فأنا أبغضهم جميعا. أما أنا أعرف بعضهم جيدا، فهم أصدقاء. أوهو، أقسم لك إن أحوالهم ليست من دون تمام. لا تقسم، أنا من الأفضل أن أعرف منهم أصدقائي. أرجوك أخبرتك أنا داعي لتلك اللافعة وإلى ذلك كثير، كما قلت لك سابقا. نحن كنت في حياتي أكثر لكم وضد الحصول الآن فهنا نحن في فريق واحد. من أين تعتقد أنهم يكونوا على اتفاق هذا الوقت؟ أنهم سوف يسيرون ضدك في يوم من الأيام. أتظن حقا أن كل ما ده طبعا جزء من عرض أيام صفراء. مرة أخرى بنعيد التذكير إنه هو للكاتبة السويسرية الشابة دانييلا يانيتش، وهو ترجمة الدكتورة نيفين فائق، وهو أيضا إخراج أشرف سند، والإعداد لضيفي على الهواء الآن دكتور عمر توفيق أستاذ الدراما بكلية أداب عين شمس. برحب بحضرتك مرة أخرى. وبنتكلم عن الإضاءة، هل لعبت دور في هذا العرض المسرحي؟ طبعا الإضاءة كان ليها دور كبير جدا، ومحمد عبد المحسن رجل الإضاءة في الهناجر، يعني أحد رجال الإضاءة في مركز الهناجر صحيح. كان بيقدم إضاءة كويسة جدا، إن هو طبعا وفقا لرؤية المخرج، يعني في النهاية كلنا بنبقى بنكون لازم يكون في رؤية للمخرج إن هو يقول أنا هعمل إيه، ومش ممكن أغير في الإعداد جزء، ممكن أقول جزء هنا زود جزء عيد جزء، بتيح فرصة للممثلين. كانت الرؤية للمخرج أشرف سند اللي دعمتها الإضاءة بشكل كبير جدا، من خلال إن هو لعب على عدد من البؤر الإضاءية بمساحات مختلفة بتعبر عن المكنونات النفس داخل والأبعاد النفسية للأبطال. نعم. الصراع الداخلي لهؤلاء الأبطال بيظهر من خلال الإضاءة، خصوصا أن احنا عندنا شيء ماشي مع النص في كل مشهد، وهو الراديو الإذاعة التي تتم بث الأخبار من خلالها. نعم. إخبار وتعليقا على ما يحدث، تعليقا وتمهيدا لما سيأتي من مشاهد. أن الحرب قادمة والحرب ستأتي. فالأستاذ أشرف سند رأى أن الرؤية أن احنا نقدم ده من خلال كمباراة، مباراة للكرة بين الجميع، والتعصب اللي بين الجميع، وكأن الكراهية أحد صور الكراهية هو ما نراه حاليا بشكل واضح في التعصب الرياضي ما بين جماهير وجماهير وأندية وأخرى. فكان فكرة أن هناك مباراة، ودائما الأخ عنده عقدة أن هو فريقه الخاص بالفصيل بتاعه عندما يلعب مباراة لكرة القدم مع الفصيل الآخر يهزم، ويتمنى أن يأتي النصر، فيأتي النصر من خلال الحرب، يتفق الفصيلان على الفصيل الحاكم فيزيحوه من السور، ثم ينقلب الفصيلان على بعضهما البعض. من في الوسط وسط كل هذه الصراع هي الزوجة التي ما بين شقيقها والفصيل الذي ينتمي له، وهي أيضا وبين زوجها وحبيبها الذي ينتمي إلى فصيل آخر، واللي هي في حد ذاتها هي رمز لعنصر التماسك والترابط ده اللي بالزبط. هي بتربط ما بين الأطراف وبعضها بالضبط. زي ما قلت حضرتك الأجاد الممثلون وبرعة جدا في تقديم هذه الشخصيات. فلما بيحصل هذا الانكسار ما بين الطرفين ينقلب على بعضهما، إيه اللي بيحصل؟ بيحصل انكسار نفسي لكافة الشخصيات، فتستحيل معه الحياة، لأن الكل بينكسر نفسيا. نعم. فلما بينكسر نفسيا تبقى فيه استحالة للحياة، فبتكون النتيجة الحتمية والدرامية والمنطقية هو موت الزوجة. الحقيقة حوار عميق جدا ومهم لعرض مسرحي أدعوكم لمشاهدته في مسرح مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية بداية من يوم 22 الجاري. هذا النص أيام صفراء دانييلا يانيتش السويسرية الشابة 34 عام تقريبا، وترجمة الدكتورة نيفين فائق، وإعداد الدكتور عمر توفيق، وإخراج أشرف سند. وهذا العمل في الحقيقة يستحق التوقف، لأنه يحمل
براءة الكاتبة، براءة ليس براءة من التهمة ولكن البراءة بمعنى النقاء، لأنها كتبته في سن مبكرة من هول الفظائع التي ارتكبت في حق الإنسانية وخاصة في حق المسلمين تاريخيا في هذه البقعة من الأرض. آلاف قتلوا وعشرات الآلاف قتلوا، وأيضا آلاف تم اغتصابهم من النساء، وكانت مأساة إنسانية حقيقية يندى لها جبين وضمير العالم كله. نص يستحق التوقف أمامه وعمل وعرض أدعوكم لمشاهدته. بشكر الدكتور عمر توفيق مرة أخرى، أستاذ المسرح بكلية الأداب جامعة عين شمس. بعد فاصل يتواصل برنامجكم وعرض أنتيكا لفرقة الشمس بعد هذا الفاصل.